وللحديث أكثر عن الدور الروسي في سوريا والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين ينضم إلينا صالح فاضل المتخصص بالشأن السوري عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك سيد صالح. بداية، إدلب في مرمى نيران روسيا كما تعلم وقوات الأسد بلا تفرقة ولا تمييز. العمليات العسكرية والقصف الذي كانت تبرره روسيا بأنه ضد مجموعات إرهابية على حد وصفها، باتت هذه العمليات اليوم تستهدف كل مناطق إدلب، هل من تفسير لديكم؟ تفضل. حياكم الله. الواضح أنها رسالة روسية إلى تركيا، هذه رسالة أولى إلى تركيا، طبعا في رسائل أخرى إلى أطراف أخرى. الرسالة إلى تركيا فحواها بأن روسيا مستعدة للقيام بحرب حقيقية لتحقيق كل أهدافها السياسية والعسكرية والاقتصادية في سوريا. أيضا هذه دلالة على أن هناك أزمة حقيقية بين تركيا وروسيا في الملفات المشتركة في سوريا وليبيا وأذربيجان. أيضا يعني أن هذا الاستهداف لفصائل عسكرية محسوبة على تركيا وغير موضوع على قائمة الإرهاب الدولي يعتبر استفزاز حقيقي لتركيا، والحقيقة كسر عظم. وكذلك فإن روسيا تحاول إقناع جزء من حاضنة الأسد، عدة رسائل، المجرم أننا نحن من يحميكم وبالتالي نريد المزيد من التنازلات عن موارد سوريا وموانئها وأراضيها، وأيضا ضغط سياسي يعتبر على المعارضة وعلى الثوار أن لا تتجاهل روسيا في أي صيغة حل سياسي قادمة. وأيضا مهم جدا أنها فتنة بين تركيا والثوار وحاضنة الثوار على أنكم غير قادرين على تنفيذ الضمانات من طرفكم. نعم. حقيقة إلى تداعيات كثيرة هذه. نعم سيد صالح، كما تعلم فإن إدلب مشمولة باتفاق خفض التصعيد وروسيا من ضمن رعاة هذا الاتفاق، هل بإمكاننا القول اليوم أن الاتفاق أصبح حبرا على ورق فقط؟ هو الحقيقة يعني الاتفاق بشكل عام يبدو أنه هش ومنذ زمن، يعني تعرف أنه صار يعني الهجوم يعني الروسي ليس فقط على المواقع العسكرية، الهجوم النظام السوري اليوم ضرب حتى الدفاع المدني في أريحة، اليوم ضرب مدرسة في قلب أريحة. هذا النظام الروسي والسوري، هؤلاء الوحوش اللي لبوسهم آدمي، حقيقة لا يراعون لا ضمانات دولية ولا توافقات دولية. لكن الحل الوحيد حقيقة الذي يجب أن يعلمه ثوارنا هو توحدهم وتوجيه البندقية وضرب المواقع الروسية والسورية في ظرف نحن نريده. نعم، هل من تفسير لديكم بشأن انسحاب القوات التركية المتمركزة في خط المواجهة على حدود إدلب إلى نقاط داخلية، خصوصا بعد العملية التي استهدفت فيلق الشام وراح ضحيتها 200 من المدنيين؟ يعني التغيرات العسكرية اليوم بنفس الوقت، يعني دخل اليوم قوات كبيرة تركية جديدة دخلت من الأراضي التركية باتجاه جبل الزاوية، هناك دائما إعادة تموضع هنا وهناك، هاي لظروف عسكرية ليس إلا. لكن حقيقة لا سمح الله قضية إدلب وقضية حتى درع الفرات وغصن الزيتون خاصة، هذه مهمة جدا للأمن القومي التركي. هنا اختلط الدم السوري بالدم التركي، صحيح ما في عواطف لكن المصالح مشتركة، الأمن في المناطق المحررة خاص أيضا ومرتبط ارتباطا جذريا في الأمن الوطني التركي، في كسر عظم لتركيا لا سمح الله. التلاحم السوري التركي، أقصد السوري التركي من جانب الثوار، هو تلاحم مصيري واستراتيجي ولا انفكاك عنه إن شاء الله. سيد صالح، أخيرا وفي ظل كل هذه التداعيات، كيف ترى موقف المعارضة التي من المفترض أن تجلس خلال أيام لترتيب دستور يهيئ للحل النهائي الذي يرعاه المجتمع الدولي؟ الدستور أستاذ ملهى وبيع وقت للنظام تحت ظرف معين، بعض الدول في الأطراف الإقليمية جبرت عليه لسبب أو لآخر، لا يمكن الآن. هل المشكلة بيننا وبين النظام السوري هي مشكلة السورية؟ نحن مع نظام بلا الأسد ينقلع عن وجهنا ويطبق حتى قانون الأسد نفسه، هذا الدستور. مشكلتنا مش دستورية،
مشكلتنا مع الاستبداد، مشكلتنا مع الطائفية، مشكلتنا مع استدعاء القوات احتلال إيرانية وروسية إلى المنطقة، مشكلتنا تخريب البنية السكانية الديموغرافية للشعب السوري، مشكلتنا التخلف، مشكلتنا الوحشية، مشكلتنا السجون، الاعتقالات، هذه مشكلتنا بعمرة ما هي. الشعب السوري أعطيني مظاهرة سورية واحدة من أقصاها إلى أقصاها قالوا والله بدنا نغير الدستور، قالوا بدنا نغير الأسد المجرم ونظامه. المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.